فينا الاخوان، كي دايرين؟ مزيان، كلشي بخير. تحياتي لاي واحد الاخوان كيما كتشوفوا معنا في يوم الذهبي ديالنا القاطع البيض، اللهم بارك. البيض راه ممتاز ديال في يوم الذهبي. ها هو، تبارك الله الحجم قداش. ها ديشو الاخوه اليوم في السوق، باتو في السوق، باتو تما، ما كاينش اللي يسولني واش هذا ديال الفيومي ولا ماشي ديال الفيومي. صافي باتو، حتى شي واحد ما تسوق، باتو وجيت بحالي الاخوان. راه تبارك الله بعتو بحالو بحال البلدي. عندي كانت عندي واحد 50 بيضة، بقات قدامة شوية بحق، عندها دابا شي 20 يوم حيدتها عليا، ودابا نجمعو البيض لصحاب التفقاس والفقاصة ديالنا ان شاء الله. اللي خصها شي حاجة ديال البيض راه مرحبا. ديك 50 بيضة اللي قلت لكم بعت راه قديمة، راه عندها تقريبا شهر، كانت معزولة بوحدها. البيض اللي كان كيوجد راه كنت كنبيعو اصلا، داك البيض شوية صغير حيدتو. دابا ان شاء الله اللي خصو البيض انا موجود. التخصاب راه عالي تبارك الله، راه 90%، 95% ديال التخصاب. الذكر عندنا ممتاز، ها هو الذكر الاخر مزال. ان شاء الله في العشيه نزيد شي ذكر اخر ان شاء الله. كما كتشوفوا الانثى حطت البيضه، اللهم بارك، اللهم بارك. ها البيضه ديالنا بعات البيضات تبارك الله. وهنا عندنا جوج، اللهم بارك، هي 9 البيضات ومازال عيكملوا. وحده ها هي باغا عاد تنزل الاخرى تبيض، هذيك تجلس تبيض، والاخرين راه هما جوجات باغين يبيضوا. راه غنخرج انا، وحده تجي لهنا، وحده تجلس تما، وحده ربما تجلس مع هذوك تبيض. هادشي اللي كاين الاخوان، تداعوا معنا بالخير. وتحياتي لاي واحد. صافي بلا صداع، بلا صداع. يلا السلام عليكم.